صباح الخير من أولمبياد طوكيو. أولا أنا بحب أشكركم جدا جدا طول البطولة، أنتوا واقفين معايا من أول ماتش لآخر ماتش، دي حاجة أنا فخور بيها جدا. ثانيا ماتش امبارح كان ماتش صعب ضد مالونج لاعب غير عادي، ولكن أنا فرحان جدا إن أنا كنت بلعب الماتش على المكسب، لأن أنا مؤمن طول ما أنت لابس تيشيرت مصر مفيش أي خصم يقدر يكبر في عينيك، إنك تنزل الماتش كل ماتش جامد وتقدر إنك أنت توري الخصم إن أنت مش مكبره وإن أنت مش عامل له احترام زيادة عن اللزوم. طبعا هو مالونج، لكن مع احترامي يعني أنا عملت ماتش كويس. أول ماتش كان ضد اللاعب الأوكراني الصيني، الحمد لله فزت 4-3 من عند ربنا. تاني ماتش ضد ماتياس صاحب فضية العالم الأخيرة، برضو الحمد لله كان ماتش هايل. الماتش اللي بعده ضد الصيني من تايبيه، الحمد لله برضو أول مرة فوز عليه 4-3، وكنت حاسس فيكم معايا، كنت حاسس بكل دعوة وكل صرخة وأنا بقول أجمد يا عمر، كنت عارف إن أنا جامد عشان أنتوا معايا. والله ده كلام فعلا من قلبي. عايزين إن شاء الله نشجع بقية أبطالنا إن شاء الله. فريق اليد عامل بطولة هايلة، امبارح اكتسح اليابان، عنده الماتش الجاي مع السويد كلنا بنشجعه، الماتش الجاي ان شاء الله برده مع البرازيل في الكوره، عندنا ايهاب عبد الرحمن، كلنا واقفين ورا ابطالنا وبنشجعهم عشان احنا كلنا مصريين وبنحمسهم وبنحبطش ابطالنا بس بنشجعهم. كان اخر حاجه بحب اشكر فريق تنس الطاوله، اخويا خالد عصر كان واقف جنبي طول البطوله بيمرني وبيشجعني، محمد البالي، احمد صالح، فرح عبد العزيز، هنا جوده الزقرده الفراشه بتاعتنا، البطله الكبيره دينا مشرف، ويسر اشرف حلمي، كابتن اشرف وكابتن ماجد عاشور طول الماتش معايا، كمان عايز اشكر كابتن معتز عاشور ودكتور علاء مشرف طول البطوله معايا، خالد الصالحي معلش طولت عليكم بس انا مبسوط جدا بالبطوله، ان شاء الله بدايه لبطوله احسن. يلا يا مصر اجمد.